فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض القبائل قد قامت بتحديد المهر فيما بينها واتفقوا على هذا التحديد، فهل يكون هذا ملزم شرعا؟ لا، ليس ملزما شرعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان أحد الزوجين، الله جل وعلا قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الصدق ليس له حد ولا يحدد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.